احييكم على الهواء مباشره من استديوهات 218 نيوز في البلاد. قبل ساعات قليله طلع المشير حفتر القائد العام للجيش الوطني في كلمة متلفزة في مقطع فيديو وأعلن إسقاط الاتفاق السياسي أو إلغاء الاتفاق السياسي، ووصف أنه هو جزء من الماضي وأنه هو حيقبل تفويض الشعب زي ما هو يراه أو زي ما هو يصفه. حنسمعوا الكلمة مع بعضنا وبعدها حيكون في نقاش مطول مع الكاتب والباحث السياسي محمد الجارح، وأيضا حيكونوا معنا ضيوف آخرين، ولكن بننوه لنقطة وجزئية مهمة جدا. موضوع الحلقة اليوم هو فتح لأبواب الأسئلة والتفكير. موضوع الحلقة يطلق ما هوش معني بمسألة مع أو ضد أو مؤيد أو معارض، نحاول أن نحن نفكر بشكل متجرد وبشكل موضوعي تماما بعيد عن أي موقف سياسي أو أي اصطفاف سياسي. نشوف التداعيات والدلالات في كلمة القائد العام للجيش الوطني، تداعياتها السياسية، شن هو مستقبل الاتفاق السياسي، وأيضا أكيد حنسأله على موقف البعثة الأممية اللي ترى أن الاتفاق السياسي هو الإطار الوحيد للعملية السياسية في ليبيا. نشوف كلمة المشير حفتر ونرجع بعدين للتعقيب ونفتح أبواب الأسئلة والتفكير. بسم الله الرحمن الرحيم، كل عام وأنتم بألف خير. بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك أعاده الله علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير والبركات. أيها الليبيون الأحرار، نحيي فيكم التحامكم بقواتكم المسلحة ومساندتكم لها وتجديد ثقتكم في قيادتها وضباطها وجنودها، وهي تستكمل مسيرتها في انتصارات متتالية لتحرير البلاد من الإرهاب. وما كان لها أن تحقق هذه الانتصارات لولا دعم الشعب لها، وما كان لهذه الثقة أن تترسخ في وجدان الليبيين لولا تحية ضباطكم وجنودكم بأرواحهم ودماءهم. من أجل سلامة الوطن ومن أجل أن يعيش الليبيون أحرارا فوق أرضهم، أيها الليبيون الأحرار، لقد تابعنا استجابتكم لدعوتنا لكم بإعلان إسقاط الاتفاق السياسي المشبوه الذي دمر البلاد وقادها إلى منزلقات خطيرة، وتفويض من ترونه أهلا لقيادة هذه المرحلة. وفي الوقت الذي نعبر فيه عن اعتزازنا بتفويض القيادة العامة لهذه المهمة التاريخية في هذه الظروف الاستثنائية وإيقاف العمل بالاتفاق السياسي ليصبح جزءا من الماضي بقرار من الشعب الليبي مصدر السلطات، نعلن استجابة القيادة العامة للقوات المسلحة لإرادة الشعب رغم ثقل الأمانة وتعدد الالتزامات وحجم المسؤوليات أمام الله وأمام شعبنا وأمام الضمير والتاريخ، وأننا سنكون رهن إشارة الشعب وسنعمل بأقصى طاقاتنا لرفع المعاناة عنه، وأن تكون خدمة المواطن وحماية حقوقه وتحقيق أمانه وتسخير المقدرات لمصلحته في مقدمة أولوياتنا، وأن نعمل على تهيئة الظروف لبناء مؤسسات الدولة المدنية الدائمة وفق إرادة الشعب وطموحاته مع مواصلة مسيرة التحرير حتى نهايتها بإذن الله. وندعو الله أن يوفقنا إلى ما فيه خير البلاد والعباد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن كانت هذه الكلمة المسجلة للمشير خليفة حفتر. خلونا نرحب بضيفنا الكاتب والباحث السياسي السيد محمد الجارح، نرحب به، وأيضا حينضم لنا بعد لحظات السيد السنوسي إسماعيل الشريف، أيضا الكاتب والمهتم بالشأن السياسي. نبدأ معك محمد الجارح، يبدو أن المشير حفتر يعني في خلال الكلمة هذه ترك خلف جزء من الغموض زي ما يشوفه بعض المراقبين في هذه اللحظات، يتكلم عن إسقاط وإلغاء اتفاق السياسي، اتفاق سياسي لم يلتزم به أحد في الأساس يعني، ويكاد يكون غير موجود في الواقع السياسي الليبي. من هو المقصود؟
بإلغاء الاتفاق السياسي. إذا كان يقصد مجلس رئاسي أو مجلس الدولة فهو يقاتلهم ويقاتل جرحهم المسلح على الأرض. البعض يقول ربما البرلمان المقصود. إذن سؤال المباشر لك، شنو هو مصير البرلمان في هذه الكلمة؟ نعم، أولا من المهم جدا التركيز على نقطة مهمة، وهي أن قائد الجيش أعلن إلغاء الاتفاق السياسي ولكنه لم يعلن حل الإعلان الدستوري أو إلغاء الإعلان الدستوري. فعندما نتحدث على إلغاء الاتفاق السياسي فإحنا نتحدث على أننا نعود إلى ما قبل يوم 15 ديسمبر 2015 أو 19 ديسمبر سنة 2015، أي قبل توقيع اتفاق الصخيرات، أي أن رجعنا إلى تلك المرحلة اللي فيها انقسام حاصل، أزمة شرعية بالضبط، وفيها أزمة شرعية قائمة. فيما يتعلق بمصير البرلمان ومصير عقيلة صالح، الأمر هذا حيتضح ربما خلال اليومين القادمين، ربما الأربعاء أو الخميس سيتم الإعلان ربما عن خطوات أخرى إضافية في من قبل قائد الجيش أو من قبل قيادة الجيش لتنفيذ ما الآن أصبح يعرف بالتفويض إن صح التعبير، أو سيصفه البعض على أنه انقلاب. إذا بالفعل ما إذا تم إنهاء دور البرلمان ودور عقيلة صالح كقائد أعلى للقوات المسلحة، فهو بالفعل سيصنف على إنه انقلاب على المؤسسات الشرعية أو المؤسسات المدنية اللي هي موجودة في المنطقة الشرقية. لكن هناك يعني تقارير ومصادر تتحدث على إن هناك تواصل أو جهود وساطة وتواصل بين قيادة الجيش ورئاسة البرلمان متمثلة في عقيلة صالح لإيجاد تفاهم معين واتفاق معين على إلغاء الاعتراف بالاتفاق السياسي، ولكن الإبقاء على البرلمان ودور البرلمان، ولكن سيتم الإعلان عن حكومة جديدة وتعيين محافظ جديد لمصرف ليبيا المركزي. فهناك خيارين أو هناك سيناريوهين في هذا الاتجاه، أما أن يتجه قائد الجيش على إعلان انقلاب كامل في المنطقة الشرقية وتأسيس حكم عسكري كامل وينهي دور المؤسسات السياسية بما في ذلك دور عقيلة صالح كرئيس للبرلمان وقائد على القوات المسلحة، أو يتجه باتجاه الإبقاء على الإعلان الدستوري والإبقاء على مجلس النواب وعقيلة صالح بدون الاعتراف بما هو موجود في طرابلس من مجلس رئاسي أو من مجلس دولة إلى آخره. ولكن هذا سيكون له أيضا تبعات على مستوى الجهود الدولية المتعلقة بليبيا. ما فعله خليفة حفتر اليوم هو رفض أن يكون الاتفاق السياسي مرجعية في أي حوارات قادمة أو في أي جهود سياسية أو دولية قادمة فيما يتعلق بالملف الليبي. طيب، إذن معناها أيضا الكرة في ملعب المجتمع الدولي والأمم المتحدة المعترفة بالاتفاق السياسي. خليك معنا الكاتب والباحث السياسي محمد جارح، ونشركه أيضا السيد السنوسي إسماعيل الشريف من طرابلس. السيد السنوسي كل عام وانت بخير. كيف تشوف في خطوة اليوم اللي دارها المشير خليفة حفتر، انقلاب عسكري والله هي مناورة سياسية؟ انقلاب عسكري بمعنى انقلاب على المؤسسات المدنية في الشرق. سيد السنوسي لو تسمع فينا. نعم، نحاول طبعا نعالج الخلل من المصدر. نرجع من جديد للكاتب والباحث السياسي محمد الجارح. إذن على الأغلب أن البعثة الأممية حيكون عندها موقف، والمجتمع الدولي اللي هو يشوف أن الاتفاق السياسي مازال هو الإطار السياسي الوحيد اللي يشكل في العملية السياسية الليبية. هذا ربما حيضع تحالف القيادة العامة للجيش في زاوية ويحصرها في زاوية في توقيت معقد جدا. وإحنا الآن رجعنا لمسألة التنازع على الشرعية ولظروف مشابهة زي ما أنت ذكرت لظروف 2014. نعم، هو أيضا خلينا نحاول نفهمه، ليش قائد الجيش تحرك الآن؟ لماذا تحرك خليفة حفتر الآن وقام بهذه الخطوات؟ في وجهة نظري فإن خليفة حفتر يتحرك لأنه تحسس أن هناك ضعف من الناحية العسكرية في المنطقة الغربية بسبب التدخل التركي، أي أنه الآن أصبح يتحرك من موقف عسكري ضعيف على الأقل في المنطقة العسكرية.
وبسبب التدخل التركي المباشر وبسبب الخسائر اللي الآن أصبحت تعاني منها القيادة العامة ومحاصرة خطوط الإمداد متاعها إلى آخره. هذا هو أحد الأسباب. السبب الآخر هو أن خليفة حفتر يتحرك لأن لديه تخوف من أن القيادات السياسية والمؤسسات السياسية اللي موجودة في المنطقة الشرقية ربما ستذهب في اتجاه أنها هي تفتح حوار مع طرابلس وتفتح حوار مع المجتمع الدولي. ليش؟ لأن على مستوى المجتمع الدولي فيه هناك من يقول أن التدخل التركي ربما سيساعد على إقناع خليفة حفتر وعلى إقناع المنطقة الشرقية أو التحالف اللي موجود في المنطقة الشرقية تحالف القيادة العامة أن التدخل التركي سيقنعهم باستحالة الحسم العسكري وبذلك سيأتي بهم إلى طاولة المفاوضات. ما أعلن عنه خليفة حفتر والخطوات اللي قام بها خليفة حفتر الآن هو يتحدى هذا التصور، يتحدى التصور الذي يقول إن إذا تمكن الأتراك من إضعاف موقف خليفة حفتر العسكري في طرابلس وما حولها فإن خليفة حفتر سيصبح مرغما لكي يجلس على طاولة المفاوضات. الرسالة التي يرسلها خليفة حفتر هذه الأيام إنه حتى وإن تم إضعاف موقفه العسكري في طرابلس بسبب التدخل التركي فإنه لن يجلس على طاولة مفاوضات إلا وفقا لشروط معينة ووفقا لآليات معينة يفرضها هو. فالأمم المتحدة والبعثة الأممية على وجه التحديد مقبلة على تعقيد كبير جدا فيما يتعلق بالملف الليبي. يعني إن من توقع أن التدخل التركي ربما سيخلق توازن في القوة على الأرض ومن ثم سيؤدي إلى حوار سياسي أو إلى حلحلة سياسية، هذه التطورات وهذه الخطوات اللي الآن قاعد يقوم بها خليفة حفتر توضح أن هذا التصور لم يكن في محله وأن قائد الجيش مازال مصر على مسألة الحسم العسكري ولا يريد لأي قائد سياسي أو لأي مؤسسة سياسية في برقة أنها تمشي من وراه وتعقد أي اتفاقات أو تقدم أي تعهدات أو ضمانات سواء للمجتمع الدولي أو لبعض الأطراف اللي موجودة في طرابلس. البعض يقرأ في دلالات كلمة المشير حفتر في هذا التوقيت ونحن نقول التزامن بين الكلمتين في توقيت قصير جدا، البعض يشوف أنه هو دلالة على ارتباك في الموقف السياسي للقيادة العامة للجيش، خصوصا مسألة التفويض اللي ناس واجدين يشوفوا أنها هي لم تنجح لا في المرة الأولى في قضية التعبئة لما قوبلت بالرفض من الحكومة ومن جزء من مشايخ والأعيان، ولا في المرة الأخيرة ما شفناش مثلا قيادات من الوزن الثقيل لأعيان ومشايخ في الشرق يعطوا التفويض. هل هي فعلا جاية نتيجة الارتباك في الموقف السياسي وتخوفات من المستقبل العسكري؟ هو تخوف من الموقف السياسي بكل تأكيد. أعتقد أن المتتبع للمشهد يعي أن قائد الجيش لديه خيارين. الخيار الأول أنه هو كان يتنازل على فكرة التفويض وأنه هو يبدأ يدخل في مفاوضات أو تفاهمات مع عقيلة صالح لكي يتم بلورة موقف سياسي معين تدخل به القيادة العامة ويدخل به تحالف القيادة العامة في المرحلة المقبلة من أي مفاوضات برعاية دولية إلى آخره. هذا أحد الخيارات. الخيار هذا طبعا يجنب تحالف القيادة العامة أي انشقاقات داخلية، يعني يجنبنا أي تصدعات داخل تحالف القيادة العامة لأن بكل تأكيد عقيلة صالح يرفض أن يتم إلغاء دوره أو تهميش الدور متاعه أو تهميش دور البرلمان، لأن عقيلة يرى في نفسه قائد أعلى للقوات المسلحة ورئيس لبرلمان منتخب ديمقراطيا ويرى أنه لاعب رئيسي جدا عندما يتعلق الأمر بالعملية السياسية في ليبيا، وعقيلة صالح لديه من يدعمه سواء كان داخل البرلمان وعلى المستوى السياسي أو على المستوى الشعبي ومستوى القبائل في برقة وأيضا على المستوى الإقليمي، أي أن لديه حلقات تواصل سواء كان في القاهرة أو أبوظبي أو موسكو إلى غيرها ويتعامل معه على أنه شريك في تحالف القيادة العامة وشريك في العملية السياسية. نعم. لكن هذا هو أحد الخيارات، أن يكون فيه تفاهمات ويصل قائد الجيش وعقيلة صالح إلى تفاهم معين ويبدأ من جديد في بلورة موقف سياسي موحد. الخيار الثاني
اللي هو يذهب باتجاه أن يكون هناك انقلاب عسكري كامل وسيطرة كاملة للقوات المسلحة في مناطق اللي مسيطرة عليها القوات المسلحة، ويتمثل ذلك في إلغاء الإعلان، يعني مش فقط إلغاء الاتفاق السياسي، لا، بل إلغاء الإعلان الدستوري أو تجميده، وحل المؤسسات السياسية والحكومة القائمة، إعلان حالة الطوارئ، وإعلان أن هناك حكم عسكري وتشكيل حكومة تحت قيادة عسكرية، ويصبح ذلك هو الواقع الجديد. طبعا هناك من يدفع بهذا الاتجاه، يعني فيه أصوات داخل القيادة العامة تدفع بهذا الاتجاه وتقول أن القيادة العامة عليها أن تتحرك بسرعة في هذا الاتجاه باش تقلل من حدة الانقسامات أو التصدعات اللي ممكن تحصل في برقة بسبب هذا التوجه، وأن حتى الناس المترددين أو الأطراف المترددة سواء كانت سياسية أو اجتماعية فهي ستقبل بمسألة التفويض وتقبل بالدخول في مشروع القيادة العامة ودعمه. طيب خليك معنا أيضا الكاتب والباحث السياسي محمد جارح، وخلنا نسمع بعضنا رأي لعضو مجلس النواب السيد علي سعيدي. سيد علي كل عام بخير، وندخل مباشرة في موضوعنا. هل شفتوا الآن أو تشوفوا أن كلمة المشير حفتر في مسألة إلغاء الاتفاق السياسي، هل تعتبروا أن هذا ربما هو انقلاب على شرعيتكم في البرلمان والشرعية الديمقراطية، أو على الأقل خلينا نقوله عشان نكونوا دقيقين، شرعية الاتفاق السياسي اللي موقع عليه البرلمان؟ أولا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، تحية طيبة ليك ولمشاهديك ولمستمعيك، ورمضان مبارك على الجميع. كلمة المشير حفتر أول أمس بخصوص البحث على التفويض، وكلمة المشير حفتر اليوم التي يتحدث على إسقاط الاتفاق السياسي. أولا علينا أن ندرك ما هو الاتفاق السياسي وما هي مكونات الاتفاق السياسي. مجلس النواب الليبي منذ سنة 2014 وعندما دخل في قضية الحوارات في سنة 2015 ونتج عن ذلك ما يسمى باتفاق الصخيرات، مجلس النواب لم يتضمن ضمن الإعلان الدستوري لهذا الاتفاق، وعلي المشير حفتر عندما تحدث على ما يسمى بالمجلس الرئاسي والمجلس الاستشاري للدولة. هذا واحد. اثنين، إذا أراد المشير حفتر لا قدر الله أن يتحدث على الاتفاق السياسي ويشمل مجلس النواب، السؤال بكرة لا قدر الله إذا أراد أن يشكل حكومة، من أين تمول هذه الحكومة ومن يقوم بتمويلها؟ الأسئلة لا زالت غير واضحة، خارطة الطريق إلى هذه اللحظة لم تكن واضحة، وأعتقد أن مجلس النواب لم يكن له المساس فيما يخص كلمة المشير حفتر. مسألة الاتفاق السياسي في تقديرك وانت عضو مجلس النواب الآن، هل تشوفوا أن الاتفاق السياسي ما زال هو الإطار الوحيد للعملية السياسية في ليبيا؟ على الأقل هذا هو الإطار اللي يعترف بالمجتمع الدولي. سيد الفاضل، مجلس الأمن والمجتمع الدولي عندما وضع ما يسمى بالاتفاق السياسي الأساس منه هو بحث لإطالة الأزمة في ليبيا تحت مظلة عدو مشترك، عدو قصدي للليبيين، ما يسمى في مظلة الإخوان المفسدين في ليبيا الذين وضعوا هذا الاتفاق والذين وضعوا بنود هذا الاتفاق، وعليها الليبيين غير ملزمين به. لأول أنا في نظري عندما سلطت الأمم المتحدة حكومة على رقاب الليبيين التي نهبت وشردت ومزقت الاجتماع تحت مظلة هذا الاتفاق، هذا الاتفاق نحن كمجلس النواب من البداية رفضناه ولم نضمنه ضمن الإعلان الدستوري، ولكن وقع عليه مجلس النواب. لا لم يوقع عليه، صادق المصادقة غير التوقيع، المصادقة غير التوقيع. نعم. حتى لا نذهب بعيدا من ذلك، مجلس النواب لم يضمن هذا الاتفاق من ضمن الإعلان الدستوري، وعليه هذا الاتفاق لم يكن ملزما أمام الشعب الليبي وأمام مجلس النواب، وتعتبر ورقة من العدم. واليوم الذي قام به القائد العام ربما ما استطاع مجلس النواب أن يقوم به. نعم، خليكم معنا أستاذ علي السعيدي، شكرا طبعا لهذه التفاصيل. نرجع للكاتب الباحث السياسي محمد جارح. أستاذ علي السعيدي هو عضو مجلس النواب، يعتبر أن كلمة المشير لا تشمل البرلمان بأي حال من الأحوال زي ما سمعت محمد الجارح. نعم، كيف ما ذكرت أن هذا هو أحد السيناريوهات. هناك من يحبذ أن يتم، طبعا هناك داخل القيادة العامة من يحبذ أن يتم إلغاء دور البرلمان وإلغاء دور يعني عقيلة صالح كرئيس للبرلمان، لكن كيف ما ذكرت هناك محاولات للوساطة لإيجاد أرضية مشتركة، وبالفعل يبدو أن جهود الوساطة ما زالت مستمرة، لأنه إذا أراد خليفة حفتر أنه هو يلغي دور البرلمان ودور عقيلة صالح لكان أعلن بشكل واضح وصريح إلغاء الإعلان الدستوري أو تجميد الإعلان الدستوري وحل كل المؤسسات. لكن فيه نقطة مهمة
وأعتقد هي المعضلة اللي ربما البعض داخل القيادة العامة وقع فيها، وهي أن شرعية خليفة حفتر بالأساس كقائد عام للجيش جاءت من البرلمان وجاءت من عقيلة صالح كقائد أعلى للقوات المسلحة في سنة 2015. لذلك ربما يكون من مصلحة خليفة حفتر أنه هو يبقي على مجلس النواب ويبقي على شرعية مجلس النواب لكي يكون ذلك يعني فرصة أو طريقة للانفتاح على المجتمع الدولي، لأن هناك في المجتمع الدولي ربما من سيرفض مسألة الانقلاب العسكري الكلي، ولكن في حالة الإبقاء على عقيلة صالح والإبقاء على مجلس النواب بهذه الكيفية فربما وبلورت موقف سياسي واضح بين القيادة العامة ورئاسة البرلمان وأعضاء البرلمان، فربما ذلك يقوي من موقف القيادة العامة على المستوى الدولي على المستوى الخارجي، وأيضا يساعد على منع التصدعات أو الخلافات اللي ممكن تحدث داخل برقة في حالة أن تم التوجه إلى إلغاء البرلمان وإلغاء دور القائد الأعلى للقوات المسلحة. نعم، ننتقل للأستاذ علي سعيد عضو مجلس النواب في سؤال أخير. أستاذ علي، هل نقدر نعتبره كلمة المشير حفتر المتزامنة مع كلمة اللي ملهاش يومين أنه هو ربما يعني رد على رئيس البرلمان عقيلة صالح، وأن الكلمة هذه هي قاعدة تشير بوضوح إلى أن التصدع بين المستشار عقيلة صالح والمشير حفتر قاعدة تزداد كل يوم؟ أنا في وجهة نظري لا أعتقد ذلك. هناك بعض التسريبات ولكن لا أساس لها من الصحة. أولا دعنا نكمل فيما قاله المشير حفتر هذا المساء، وأنا أؤكد مثل ما قال الجارح في أو أؤكد ما قاله لك، لأن واقع الأمر عندما يقدم المشير حفتر على هذه الكلمة وإبعاد الاتفاق السياسي وحد الاتفاق السياسي، إذا فكر في ما يسمى مجلس النواب والحكومة المنبثقة منه، هناك معضلة كبيرة في قضية التمويل. من هنا ندرك أن مجلس النواب لابد يبقى كشرعية للقيادة العامة للجيش الليبي بحكم مجلس النواب الذي حقيقة أعطى التراخيص أو الصلاحية للقيادة العامة بإنشائها وبقيادة المشير حفتر. إذا ذهب حفتر في اتجاه معاكس، أنا ربما هناك بعض النواب الرماديين الذين لم يظهروا على السطح لربما يلتحقوا بطرابلس ويشكلوا أو يدعموا ما يسمى بالغرفة التي فتحت بطرابلس بأعداد تفوق الأعداد الموجودة الآن، ويذهبون مثل ما قال الطالب المخزوم بجرة قلم للقيادة العامة للجيش الليبي، ومن هنا ندخل في محك أو في مأزق آخر، مأزق سياسي أكبر مما هو موجود الآن، وعليها قضية التقارب أو المسافة اللي ربما البعض يعتقد أن موجودة ما بين المشير والمستشار عقيلة، لا أعتقد أن تكون وصلت إلى ذروة هذا السوء الفهم. أنا متأكد أن المستشار عقيلة صالح دعم حقيقي للقيادة العامة للجيش الليبي ودعم حقيقي لمكافحة الإرهاب، ويقول فيها في كل اجتماعاته دون استحاء، يعني كل سواء كان على الصعيد المحلي أو الصعيد الدولي، وعليه مهما تجد من خلاف يبقى المستشار عقيلة صالح داعم للجيش الليبي باعتباره هو المنقذ بعض الله سبحانه وتعالى لمكافحة الإرهاب. علينا الآن ننتظر من المشير حفتر الخطوة التي يخطوها فيما يخص استمرار في مكافحة الإرهاب. الكل يعي أن عاصمة ليبيا هي طرابلس وليست بنغازي، وعليه لابد من تحرير طرابلس قبل التفكير في تشكيل حكومة. أشكرك جزيل الشكر عضو مجلس النواب الأستاذ علي سعيد. نرجع من جديد للكاتب والباحث السياسي محمد الجارح. ما زلنا في مسألة الدلالات. طيب، إذا كان البرلمان يعني بحكم بعضها التقديرات زي ما سمعنا من أستاذ علي سعيدي أنه هو البرلمان غير مشمول بهذه الكلمة وبإلغاء وإسقاط الاتفاق السياسي، ما زلنا في نفس السؤال وفي نفس الدلالة، شن هو المغزى إذا كان هو يقصد فقط المجلس الرئاسي أو مجلس الدولة، هو قاعد يحارب فيه مع الأرض عسكريا، شن حيستفيد أو عمليا شن حيستفيد الجيش من مسألة إسقاط الاتفاق السياسي؟ البعض يقول لك أساسا هو لا يملك إسقاطه والاتفاق السياسي موجود والأمم المتحدة معترفة بها أساسا. يعني نعم، أعتقد أن ما يعني بكل تأكيد مسألة إسقاط الاتفاق السياسي هو إسقاط لشرعية الاتفاق السياسي إن صح التعبير في مناطق سيطرة القيادة العامة، ولكن هذا لا يعني أن حكومة الوفاق ستخرج من طرابلس وإلا مجلس الدولة حيحل نفسه الآن، بكل تأكيد لا، لكن أعتقد أن هذه الخطوة هي إشارة واضحة
للمجتمع الدولي، ولكن أيضا إشارة واضحة لبعض التيارات داخل البرقة، ربما عقيلة صالح نفسه أو بعض أعضاء مجلس النواب اللي ربما بدأوا الآن يفكروا في الذهاب إلى حل سياسي مع طرابلس. كيف ما ذكرت لك أن من المهم جدا التأكيد على مسألة أن هذه التحركات التي يقوم بها قائد الجيش خليفة حفتر هي ناتجة عن بعض الضعف الذي الآن تعاني منه القيادة العامة عسكريا حول طرابلس بسبب تدخل القوات التركية في طرابلس، ولاحظنا النتائج متاع الموضوع هذا خلال الأسابيع القليلة الماضية. وأيضا لديه تخوف من أن سيتم البدء مجددا في عملية سياسية وفقا لشرعية الاتفاق السياسي. فما يقوم به الآن حفتر هو على الأقل في مناطق السيطرة الواقعة داخل تحت سيطرة القوات المسلحة، وأيضا داخل تحالف القيادة العامة الذي يشمل بعض من أعضاء مجلس النواب ورئاسة مجلس النواب، يعلن تماما بأن هذا الاتفاق السياسي، يعني هذا يعني القيادة العامة غير معنية بهذا الاتفاق السياسي، أي أنه في أي مفاوضات وإلا في أي تواصل من المجتمع الدولي يجب على المجتمع الدولي أن هو يتواصل معهم بدون أن يفرض عليهم أو يتعامل معهم من خلال هذا الاتفاق. خليني نعطيك مثال. نعم. هذا ما حدث في 2015، على الرغم من أن مجلس النواب انتخب بشكل ديمقراطي يعني وفي انتخابات في سنة 2014، ولكن من كان موجود في طرابلس وقتها حكومة الإنقاذ وفجر ليبيا رفضوا الاعتراف بهذه الانتخابات وفرضوا أمر واقع في طرابلس، وفرضوا على المجتمع الدولي أن يتعامل مع ذلك الأمر الواقع اللي موجود في طرابلس، على الرغم من أن هذاك الأمر هو نفذ فقط في طرابلس، الشرعية متاعها كانت في طرابلس ومصراتها فقط، لكن تم فرض ذلك التوجه، أي أنهم رفضوا الانتخابات ومن ثم يعني دفعوا المحكمة العليا لكي تصدر قرار ب يعني اعتبار انتخابات مجلس النواب باطلة، ومن ثم أرغموا المجتمع الدولي على الدخول معهم في مفاوضات مباشرة. فما يقوم به خليفة حفتر إلى حد ما هو مشابه الآن، هو يحاول أن يفرض على المجتمع الدولي ويفرض على من هو موجود في طرابلس أن يتعاملوا معه وفقا لشروطه أو وفقا للمرجعية أو الخلفية التي يعتمدها تناغما مع حديثه القائد العام. نعم. للجيش. هذا ما يسعى خليفة طيب. حفتر إلى تحقيقه، وأيضا يريد أن يمنع أن يكون هناك تحركات سياسية داخل برقة، سواء من كان رئيس البرلمان أو من أعضاء البرلمان أو من مجموعات وتيارات سياسية معينة، يريد أن يمنع هذه التحركات بإعلانه أن طيب. القوات المسلحة أصبحت الآن هي المسيطر. نعم. أو الحاكم الفعلي في المنطقة الشرقية. طيب. بيش ما يبيش أن يكون فيه تعهدات من خلفه وإلا كذا يمكن أنها هي تزيد تضعف الموقف العسكري والموقف السياسي. طيب الجارح. أي بما معناها تكون فيه مساومات لو تسمع فيها. تحدث من خلفه. نعم لو تسمع فيها تناغم مع حديثك، وأن البعض يقول ان ربما المشير حفتر عنده رغبه انه هو يكون هو الصوت الوحيد في الشرق او في برقه تحديدا. خلينا نقرا معك الان ومعنا المشاهدين الكرام العاجل اللي عندنا قبل 11 دقيقه لسفاره الولايات المتحده الامريكيه اللي هي تاسف على مقترحات القائد العام للجيش الوطني بهذا التعبير، وفي نفس الوقت ترحب السفاره باي فرصه لاشراك قائد الجيش الوطني في دور. كيف تقدر تقرا هذا التصريح المباشر على كلمه المشير حفتر؟ هو بكل تأكيد حتكون يعني خلال الأيام القليلة الماضية كانت هناك اتصالات ويعني ربما حتى يعني اجتماعات أونلاين من قبل دبلوماسيين ومسؤولين غربيين والأمم المتحدة إلى آخره، في محاولة منهم لفهم نوايا وتحركات القائد العام وما يمكن أن يترتب عليه أي قرارات أو أي إجراءات يقوم بها خليفة حفتر خلال هذه الفترة. هذا متوقع أن سفارة الولايات المتحدة تعلن مثل هذا الإعلان. أنا أتوقع أن حتى البعثة الأممية ربما وصفة والاتحاد الأوروبي وسفارات أخرى ستذهب في هذا الاتجاه، تقول أنها هي تأسف لمثل هذا لأنهم هم يروا في أن هذا الأمر فيه نوع من التصعيد ويصعب
المهمة الصعبة أساساً بل شبه المستحيلة للمجتمع الدولي. فهم الآن كما قلت لك عارفين ويعلم تماماً أن خليفة حفتر يريد أن يفرض واقع معين وبالقوة، ويريد على المجتمع الدولي ويريد من هو منخرط في الملف الليبي أن يتعامل مع هذا الواقع الجديد. فالبعض توا يعني حيجيك البعض يقعد يحكي لك ويقول لك الأمر هذا غير شرعي أو غير قانوني أو غير كذا. أنا أعتقد أن ليبيا في أزمة شرعية، وهناك فراغ في الشرعية وفراغ في القانون وقوة القانون منذ سنة 2000، ربما منذ سنة 2014 وحتى هذه اللحظة، وحتى قبل 2014 كان هناك أزمة شرعية على أي حال. فالذي يحدث في الملف الليبي هو أن إذا كان أنت كلاعب أساسي في هذا الملف قادر على أنك أنت تفرض الأمور كأمر واقع، هذا ربما يأتي بنتيجة بالنسبة لك، ربما يعطيك النتيجة اللي أنت تبيها أو يخدم مصلحة المشروع اللي أنت تتبناه. وأعتقد أن هذه هي السياسة اللي الآن يتبع فيها خليفة حفتر، وهي السياسة يتبع فيها خليفة حفتر منذ أن أتى إلى المشهد في سنة 2014، يستخدم في سياسة الأمر الواقع ويفرض في نفسه ويفرض في المشروع متاعه على الداخل الليبي وأيضا على مستوى المجتمع الدولي. وإلى حد هذه اللحظة هذا الأسلوب أثبت نجاحه إلى حد كبير، يعني الكل ينتظر ماذا سيقول خليفة حفتر وماذا سيعلن خليفة حفتر وما هي الخطوات التي سيتخذها خليفة حفتر. يعني على الرغم من أن حتى المجتمع الدولي من المفترض أنه هو يتعامل مع عقيلة صالح ومع البرلمان، لكن كلهم خلال هذه الأيام يجتمعوا ويتكهنوا ويتساءلوا إيش الخطوات اللي بيتخذها خليفة حفتر وإيش المغزى من هذه الخطوات، أي أن ما الغاية اللي بها خليفة حفتر. فهو بكل تأكيد نجح في 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 تطبيق سياسة الأمر الواقع كما نجحوا فيها الأتراك طبعا على المستوى الدولي. الأتراك أيضا كانوا بارعين جدا في فرض أمر واقع جديد في ليبيا، وأجبروا خليفة حفتر وأجبروا الليبيين والمجتمع الدولي والإقليمي على أن يتعامل مع هذا الواقع الجديد الذي خلقه الأتراك بسبب تدخلهم المباشر على الأرض فيه. خصوصا لما تم تجاهل الأتراك في باليرمو. خليك معنا محمد جارح، حنتكلم على التغريدة اللي نزلتها البعثة الأممية على حسابها الرسمي قبل شوية، يحكوا على اتصال هاتفي بين ستيفاني ويليامز وعقيلة صالح بخصوص المبادرة. وخلينا نشركوا الأستاذ رشيد أخشانة، الكاتب والباحث السياسي وأيضا مدير تحرير صحيفة شؤون ليبيا. أستاذ رشيد كل عام بخير، وسؤالنا ونقاشنا في هذه المساحة ونحن طرحين كل أبواب الأسئلة والتفكير، شن يعني أن المشير حفتر يطلع ويلغي أو يسقط الاتفاق السياسي؟ شكرا على الاستضافة ومساء الخير وحفتوركم. نعم، أولا نعتقد أن السؤال المنطقي الذي يجب أن يطرح هنا، هل سبق أن صادق السيد حفتر على الاتفاق على اتفاق سخيرات؟ هو لم يكن موافقا عليه حتى يعني يطلب اليوم أو يعرض اليوم مبادرة تتعلق بإلغاء هذا الاتفاق. نحن نعلم أنه لم يترك فرصة للتبرؤ منه والدعوة لإسقاطه إلا وذكرنا بأنه ضد هذا الاتفاق وسامع على إسقاطه. ولذلك من ناحية القانون الدولي إذا لم تكن موقعا على اتفاق لا يحق لك أن تسقطه، لأنك لست طرفا فيه ولست موقعا عليه. فهذه الناحية في تقديري تجعل موقفه من حكومة الوفاق الوطني ومن المجلس الرئاسي يعني موقف لم يتغير سواء بعد هذه المبادرة أو قبلها، لأنه هو رفض هذه الهياكل المنبثقة من اتفاق السيارات، فلم يعد هناك موجب يعني للحديث عن إلغائها من هذه الزاوية من هذا المنطق. المفروض حسب القانون الدولي أن يجتمع الموقعون على مثل هذه الوثيقة ويعلنون إلغائها، أو أن كل طرف على حدة يقوم بإلغائها، يقول نحن لم نعد في حاجة إليها أو أصبحت كدوك كما قال ياسر عرفات في يوم ما. فلذلك يعني أنا أرى أن ما قام به هو ما يسميه الغربيون بضربة سيف في الماء، يعني ضربة ربما لها فرقة عالمية كما كان يشير ضيفك قبل قليل وأنا أوافقه على ذلك، ولكن من الناحية الواقعية لن تغير شيء، لأنه لا يملك أن يلغي أو يثبت أي شيء. أنا أقول أن عندما نعود لقراءة الواقع الليبي اليوم نرى أن في الحقيقة، وهذا يجب أن نصارح به بعضنا البعض، القرار الليبي لم يعد ليبيا لا عند حفتر ولا عند السراج، صار قرارا إقليميا ودوليا،
وبالتالي أي مبادرة تطرح لم تحظى بدعم القوى الكبرى المؤثرة في المشهد الليبي فلن يكون لها أي مستقبل. ويعني أنا أعتقد أنه منذ أن استدعى السيد حفتر متزقة فاغنر ورد عليه الأتراك بإرسال ضباط وخبراء وخاصة طائرات مسيرة برقتار، منذ ذلك الانعطاف أصبح الملف الليبي بين الأيدي الدولية والإقليمية، لم يعد بين الأيدي الليبية. ولذلك أنا أعتقد أن مناقشتنا اليوم هي مناقشة من لا يملك أن يلغي شيئاً وهو يعلن أنه سيفعل ذلك. طيب المجتمع الدولي في تقديرك، في سؤال أخير معك أستاذ رشيد، هل تشوف أن مواقف المشير حفتر الأخيرة هل حتزيد ولا تنقص من رصيدة عند المجتمع الدولي؟ بالتأكيد تنقص. لماذا؟ لأنه سبق أن أعلن مبادرات من هذا النوع، من نوع أنه نفير العام وسيدخل إلى طرابلس الليلة وبعد 48 ساعة وغيرها، عندما طرح عديد من المبادرات والتصريحات التي لا يتسع المجال للتذكير بها كان دائما الآخرون لا يأخذونه ما أخذ الجد، لأنه عندما يقول اقتحام طرابلس واسترجاعها أو احتلالها غدا أو بعد غد لا يتحقق شيء من ذلك. كم من مرة تمت مثل هذه المبادرات والإعلانات ولم يكن لها أي متابعة يعني أو تنفيذ. فلذلك أنا أعتقد أنه هذه من جملة ضربات السيف بالماء التي لن تعطي أي نتيجة سوى تعميق الجراح الليبية وتعميق الفجوة بين الطرفين الشرق والغرب، بما يهدد الوحدة، وحدة ليبيا، ويعني يؤدي بنا إلى ما لا تحمد عقباه لا قدر الله. أشكرك جزيل الشكر السيد رشيد خشانة، شكرا جزيل الشكر، الكاتب والباحث السياسي وأيضا مدير تحرير صحيفة شؤون ليبيا، نشكره جزيل الشكر. ما نش عارف إذا كان عندك تعقيب محمد جرح على كلام أستاذ رشيد خشانة، لكن خليني نعرج معك على التغريدة اللي نشرتها البعثة الأممية على حساب الرسمي على تويتر. ستيفاني ويليامز في اتصال هاتفي مع عقيلة صالح اليوم اعتبرت أن المبادرة السياسية اللي قدمها عقيلة صالح هي إشارة إيجابية، هل نقدر نعتبره أيضا أن الموقف الدولي يحاول ان هو الان ينفتح على عقيلة صالح وان هو يحاول ان يدعم في هذا الظرف المعقد تحديدا المعادلة السياسية في الشرق؟ هو طبعا المجتمع الدولي على فكرة كان هو احد الاسباب التي اعطت خليفة حفتر الكثير من الشرعية على حساب شرعية المؤسسات المدنية والقيادات السياسية في المنطقة الشرقية. فعلى سبيل المثال بعد توقيع اتفاق الصخيرات اعتبر المجتمع الدولي اعتبر أن كل ما هو كل الحكومة اللي موجودة في الشرق وكل ما هو موجود في الشرق اعتبره أنه موازي وغير شرعي، وأن حكومة الوفاق كانت هي الجهة الشرعية الوحيدة، تمام؟ بل وأن عقيلة صالح وضع على قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي واعتبر معرقلا للعملية السياسية لأنه رفض أن يتم اعتماد حكومة الوفاق الوطني، وأيضا رفض أن يتم تضمين الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري. نعم. ولكن في نفس الوقت على الرغم من أن خليفة حفتر لا يعترف بالسراج ولا يعترف بحكومة الوفاق أساسا، ولكن استمر المجتمع الدولي في استقبال خليفة حفتر بالفرش الأحمر والتعامل معه وكأنه رئيس أو بمستوى فايز السراج، وهذا كان واضح في باريس، كان واضح في باليرمو، كان واضح في أبو ظبي، وكان أيضا واضح في برلين وموسكو مؤخر. فهذا يعني المجتمع الدولي له دور أساسي جدا في إعطاء خليفة حفتر الشرعية، لأن خليفة حفتر نجح في أن يفرض نفسه كأمر واقع على المجتمع الدولي، على الرغم من أنه لا يعترف بقرارات مجلس الأمن التي تعتمد السراج وتعتمد حكومة الوفاق بأنهم هم المعترفين دوليا. هو يرفض ذلك، ولكن في نفس الوقت فرض على المجتمع الدولي أن يتعامل معه على الرغم من أنه يرفض فايز السراج. وأيضا لا ننسى أن فايز السراج المعترف به دوليا كان لمدة تزيد عن 9 أشهر تحت هجوم وقصف قوات القيادة العامة في طرابلس، بل وأوشك على السقوط أمام هذا المجتمع الدولي الذي يعترف به، ولم يحرك المجتمع الدولي أي ساكنا لإنقاذ فايز السراج. نعم. الشيء الوحيد الذي غير المعادلة بالنسبة لفايز السراج هو أردوغان أو أنقرة، عندما هي استخدمت نفس السياسة التي يتبعها حفتر وتدخلت في مخالفة للقانون الدولي ومخالفة للقوانين والتشريعات الليبية، تدخلت في ليبيا
وقلبت ميزان القوة على الأقل في طرابلس وحوالي طرابلس، وفرضت أمر واقع جديد، فرضته على خليفة حفتر وفرضته على المجتمع الدولي. طيب جارح كل مضطر إلى أنه هو يتعامل معه. نعم. تعقيبا على التعليق اللي تحدث به الضيف اللي قبلي، أنا أتفق بأن هذا الإعلان اللي أعلن خليفة حفتر هذا لن يؤثر كثيرا على مجريات الأحداث، يعني على الوضع الميداني أو غير، يعني الأمور على يعني الآنية الآن، يعني بشكل على المدى القصير ربما حتى المتوسط لن يكون هناك تأثير كبير جدا لمثل هذا الإعلان على مجريات الأحداث. ولكن كيف ما ذكرت أن هذا، يعني نحن لما نرجع لل 2015 عندما قرر تيار الإسلام السياسي الإخوان المسلمين والتيار الإسلامي في طرابلس، عندما قرر أنه هو يرفض انتخابات مجلس النواب، النتيجة ما كانتش واضحة خلال الأشهر القليلة الأولى. العالم قال أن مجلس النواب هو المعترف به دوليا ويجب احترام نتيجة الانتخابات، وانتقل مجلس النواب إلى طبرق ليمارس عمله وكل شيء، ولكن بعدين شفنا نتيجة هذا التحرك اللي قاموا به الإخوان المسلمين أو تيار الإسلام السياسي مدعومين من مجموعات من مصرات. فكانت النتيجة أن تم تعطيل تلك العملية بشكل كامل، ودخلنا في هذا الحوار ودخلنا وجئنا إلى اتفاق الصخيرات وكل شيء إلى أن وصلنا إلى هذه المرحلة الآن. فبكل تأكيد على المستوى القصير وربما أيضا المتوسط هذا الإعلان لن يكون له أي تأثير، ولكنه هذا سيكون له تأثير على المدى البعيد وتأثير على الترتيبات السياسية وعلى الجهود الدولية. لذلك أهمية هذا الإعلان، لاحظ أن السفارة الأمريكية والبعثة الأممية وجدت نفسها مضطرة إلى أنها هي تعلق على هذا الأمر. طيب بكل تأكيد هو يشكل تحدي جديد. طيب. ويعيد ترتيب الأوراق فيما يتعلق بالملف الليبي وستكون له تبعات مستقبلا. نعم. طيب. لكن خلينا نزيد نأكد يعني للناس وللمشاهدين إن ما زالت فيه نقطة مهمة وجوهرية، هل ينجح خليفة حفتر وعقيلة صالح، هل ينجحوا في أن يجدوا تفاهم معين وأنهم هم يوحدوا موقفهم ويبلور موقف سياسي موحد بعد هذا الإعلان، أم أن ستكون هناك قطيعة وسيضطر خليفة حفتر إلى إنهاء دور البرلمان وإنهاء دور عقيلة صالح بشكل كامل؟ أعتقد الأيام القليلة القادمة أو خلال هذا الأسبوع سنعرف الإجابة لهذا السؤال. طيب الجارح، على فرض يعني زي ما قالت السفارة الأمريكية قبل شوي أن هي ترحب بدور للمشير حفتر، لو كانت هذه هي الغاية أو النية أو أن المشير حفتر عنده رغبة أنه هو يكون ويلعب دور باهي أو أنه يكون ضمن اتفاق سياسي، الاتفاق السياسي تجاهله بتاع 2015، قدم له اتفاق سياسي في باريس ورفض في باريس، قدم له اتفاق سياسي في باليرمو، قدم له يعني الكثير من الاتفاقات السياسية اللي هو يكون جزء منها ويلعب دور فيها ولكن رفض. والمتتبع للسلوك السياسي للمشير حفتر يشوف أنه هو مؤمن بمسألة الإنجاز العسكري فقط، مش مؤمن واجد بمسألة الاتفاقات السياسية. شن هو اللي يدفع الآن أنه يمشي في الاتجاهات هذه ويطلب تفويضات شعبية إلا إذا عنده شكوك حول مسألة ولاءات القواعد الشعبية وولاءات الأعيان والمشائخ في هذا التوقيت يطلب التفويض في أكثر من مرة؟ هو بس يعني تصحيح بسيط. نعم. هو أعتقد أن خليفة حفتر ذهب إلى باريس وإلى باليرمو وإلى أبوظبي ولم يرفض فكرة أن تكون هناك تسوية، بل على العكس هو قبل، ولكن دائما يقبل بشروط، وأحيانا يقبل بشروط يعني صعبة، أحيانا يضع شروط على الطاولة يكون من الصعب تحقيقها. لكن يعني أنت محق عندما نقول أن خليفة حفتر في واقع الأمر هو رجل عسكري ويؤمن بالحل العسكري ويعتقد أن السياسة والسياسيين والجهود السياسية والجهود الدولية والمؤسسات السياسية كلها مضيعة للوقت وهي اللي وصلتنا إلى هذه الحالة اللي إحنا فيها الآن. ودائما ما يذكرنا خليفة حفتر على سبيل المثال بأنه لا فائدة من الدخول في اتفاق سياسي مع فايز السراج، ويقول دائما أن فايز السراج لا يملك أمره، هو لا يملك قراره ولا يملك أمره، وهو مسيطر عليه من قبل تيارات معينة ومن قبل ميليشيات معينة إلى آخره، وكان آخرها في أبوظبي عندما اجتمع الرجلان لمدة 40 دقيقة منفردين بدون حتى وجود غسان سلامة آنذاك، وبعدين انضم لهم غسان سلامة، يعني كانوا الثلاثة مع بعضهم، انضم لهم غسان سلامة بعد يعني لعشرين دقيقة فقط، يعني كانوا نعم. لعشرين دقيقة هم الثلاثة ولأربعين دقيقة منفردين، ويبدو أن كانت في تفاهمات معينة بين السراج وحفتر، ولكن حفتر أعلم بعدين أن السراج لم يفي بهذه التعهدات
ولذلك قرر أن هو يعلن الهجوم على طرابلس ويعلن العملية العسكرية في 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 طرابلس يوم 4 أبريل في 2019. طيب جرح عندنا تقريبا 3 دقائق. نعم. مسألة التفويض، هل تعتقد أن المشير حفتر عنده شكوك في مسألة القواعد الشعبية أو في ولاء القواعد الشعبية بطلب للتفويض في أكثر من مرة؟ أعتقد أن خليفة حفتر واقع في معضلة، هو يعي أن عقيلة صالح ومجلس النواب هي الجهة اللي يتعامل معها العالم على أنها جهة سياسية شرعية إلى حد ما وفقا للاتفاق السياسي، وأيضا هي الجهة التي آخر جهة منتخبة أو آخر مؤسسة انتخبت ديمقراطيا من قبل الليبيين. فهو إذا أراد أن يستغني عن عقيلة صالح وعن النواب اللي هو في واقع الأمر ينظر لهم على أنهم يضيعوا في الوقت وأنهم هم إلى حد ما سبب فيما وصلنا إليه الآن، هو هكي هذه وجهة النظر اللي موجودة لدى القيادة العامة. لكن إذا أراد أن يتخلص من هذه الشرعية، الشرعية اللي هي أصلا جزء منها جت من شرعية حفتر، جاءت من هذا من مجلس النواب، فهو يريد أن يستغني عن هذه الشرعية ويستبدلها بشرعية أخرى، الشرعية المحلية. طيب أي شرعية الشارع وشرعية القبائل وشرعية المجموعات السياسية، المجتمع المدني، البلديات إلى آخره. فهنا هي يعني المساومة إن صح التعبير اللي قاعد خليفة حفتر يحاول إن هو يقوم بها، ولكنها هي مغامرة في واقع الأمر، لأن فيه البعض قاعد يتساءل يقول لك به وإيش يستفيد خليفة حفتر إذا كان ألغى دور البرلمان وعقيلة صالح، ما الفائدة التي يتحصل عليها حفتر من هذا الأمر؟ وكيف حيشكل حكومة؟ ربما سيصعب الأمور على نفسه. نعم. فكيف ما ذكرت لك يعني الرأي داخل القيادة العامة أنه هو متخوف، أنا ذكرت لك أن كل ما يقوم به خليفة حفتر الآن يقوم به من تخوف وأيضا من موقف ضعف، هذه نقطة مهمة. التحركات اللي قاعدة تقوم بها القيادة العامة لأن الموقف نتاعها العسكري أضعف بسبب التدخل التركي في غرب البلاد، هذه رقم واحد. رقم اثنين، عنده تخوفات من أن عقيلة صالح والمجموعات السياسية والنواب اللي موجودين في الشرق ربما يبدأوا في مساومات سياسية مع المجتمع الدولي ومع طرابلس على حساب مشروع خليفة حفتر. طيب، لكن ما لاحظناش أن الأجسام السياسية اللي موجودة في العاصمة طرابلس علقت على مبادرة عقيلة صالح بشكل جدي، أو أعلنت أن هي حتتواصل أو أن هي تلقفت هذه المبادرة السياسية؟ في المكالمات الخاصة وفي الاجتماعات الخاصة البعض في طرابلس وفي مصراتة رحب بمبادرة عقيلة صالح، لكن لا ننسى أن أيضا في طرابلس هناك تيار يرفض الحل السياسي ويرى أن كل من يقبل بحل سياسي مع خليفة حفتر أو مع القيادة العامة أو مع تحالف القيادة العامة يعتبره خائن، وربما يتخذوا حتى خطوات ضده أو يصعدوا ضده. فلذلك حتى التيار الذي يعني حتى في طرابلس هناك تيار يؤمن بفكرة الحسم العسكري، وأيضا نعم. هناك من يعتقد، لأن كيف ما ذكرنا في مرات سابقة، أن عقيلة صالح للأسف بسبب مواقف متعددة مع المجتمع الدولي ومع يعني أطراف ليبيا أثبت أنه لاعب ما عندهش مصداقية أو لا يمكن أنك أنت تثق فيه، لأن أحياناً يمكن أن يتفق معك على شيء ومن ثم يقوم بشيء مخالف تماماً، هذا ما يقوله المسؤولين والدبلوماسيين الدوليين فيما يتعلق بعقيلة صالح، أنه يعني لاعب لا يمكن الوثوق به، ما يعرفوش كيف ممكن يتحرك أو لا يمكن أن يتنبأوا بتحركاته ولا يمكن أنهم هم يثقوا في الوعود التي يقدمها. ولهذا السبب وضع عقيلة صالح من الاتحاد الأوروبي على قائمة العقوبات، لأن اعتبروه معرقل، نعم. يقول ما لا يفعل أو يقول يعني يقول شيء ويفعل شيء معاكس تماما. ففيه البعض في طرابلس بما فيهم النواب المقاطعين أو النواب المجتمعين المنشقين اللي موجودين في طرابلس، نعم، عندهم إشكالية مع عقيلة صالح وعندهم إشكالية ثقة، مسألة ثقة أنهم مش قادرين يثقوا هل عقيلة صالح فعلا جاد. وفيه اللي أصلا يعتقد أن هذه لعبة تم التنسيق لها ما بين القيادة العامة وما بين رئيس البرلمان، أي أن هذه طبخة أو لعبة معينة وتخريجة طيب. معينة في محاولة من نعم. منهم لإيجاد مخرج لهم بسبب يعني ومحاولة وضع حد للتدخل التركي
والدخول في مساومة سياسية مع طرابلس ومع المجتمع الدولي. طبعا أنا لا أتفق مع هذا الرأي أبدا. لم يكن هناك أي تنسيق بين القيادة العامة ورئيس البرلمان خلال الأيام الماضية، بل على العكس كان هناك توتر كبير جدا وتوتر واضح جدا في العلاقة ما بين القيادتين، ولكن هناك جهود وساطة. طيب، ما ذكرت أن هذه يعني تجميد أو إلغاء الإعلان، إلغاء الاتفاق السياسي هو خطوة واحدة من مجموعة خطوات سيعلنها خليفة حفتر الأيام القادمة. ربما تشمل هذه الخطوات إلغاء مجلس النواب وإلغاء دور عقيلة صالح، وربما يتجنب حفتر ذلك ويدخل في تفاهم معين مع عقيلة صالح. نعم، نشكرك جزيل الشكر الكاتب والباحث السياسي محمد الجارح. للأسف طبعا دهمنا الوقت وعندنا الكثير من السيناريوهات عشان نفكروا فيها. نشكر أيضا المشاهدين الكرام وضيوفنا اللي كانوا معنا بداية الحلقة. كان من المفترض يكون معنا سيد سنوسي إسماعيل الشريف، لكن طبعا بسبب خلل من المصدر في الاتصال الهاتفي. نشكر أيضا عضو مجلس النواب السيد علي سعيدي، ونشكر أيضا الأستاذ رشيد خشنة مدير تحرير مجلة شؤون ليبيا، الكاتب والباحث السياسي من الجارة الشقيقة تونس. والشكر من جديد للكاتب والباحث السياسي محمد الجارح. إذا الأسئلة هذه كلها والسيناريوهات هذه طبعا حيجيب عليها المستقبل والمستقبل القريب. تحياتي أنا خالد الحاسي، وأيضا تحيات فريق عمل برنامج البلاد. نتمنى لكم أمسية طيبة.